ازيكم؟ في الفيديو بتاع النهارده جايين نكمل مع بعض سلسله حلقات كورس جوجل ادز. في الفيديو بتاع النهارده جايين نتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي اسمها البلو اوشين استراتيجي والريد اوشين استراتيجي، او باللغه العربيه اسمها استراتيجيه المحيط الازرق واستراتيجيه المحيط الاحمر. ايه حكايه الريد اوشين استراتيجي والبلو اوشين استراتيجي؟ هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده، وايه علاقته اصلا باعلانات جوجل او بالكلمات البحثيه بتاعه جوجل. هو ده اللي انا جاي اقوله لك في المحاضره بتاع النهارده. بس خليني في البدايه اقول لك، لو بتتفرج عليا على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، ولو بتتفرج عليا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدا الفيديو، وتعالى احكي لك حكايه الريد والبلو اوشين استراتيجي. بص يا معلم، في علم التسويق كده في استراتيجيتين كده حلوين بيتقال عليهم الريد اوشين استراتيجي والبلو اوشين استراتيجي. ايه فكره الريد اوشين استراتيجي والبلو اوشين استراتيجي؟ اشرح لك كده بالبلدي وبالعربي وبالبساطه، وزي ما انتم متعودين مني ان انا بحاول ابسط لكم كل الامور. عارف لما بتيجي كده تروح تصيف في اسكندريه ولا في الساحل ولا في شرم ولا في الغرب، ايا كان راح تصيف فين، المهم يعني عارفين العلم اللي بيبقى محطوط على البحر، نقول لك لو العلم لونه ازرق فالبحر هادي انزل، والعلم لو لونه احمر فالبحر مخيف وفي ناس كتير وكده. يعني انا حاولت ادي مثال، هي نفس الفكره بالظبط. فكره البلو اوشين استراتيجي معناها ان حضرتك نازل تنافس في سوق ما فيهوش منافسين، اما الريد اوشين استراتيجي معناه ان حضرتك نازل تنافس في سوق فيه حيتان او فيه منافسين كتير جدا، فبالتالي تكلفه المزايده عليك في الريد اوشين استراتيجي هتبقى عاليه، او تكلفه التنافس عليك هيبقى عالي، او ان حضرتك هتبقى محتاج تدفع فلوس كتير في التسويق عشان تنافس الناس الكتير ده، انت نازل في سوق كله منافسين. اما في البلو اوشين استراتيجي دايما تكلفه التسويق بتبقى اقل، او تكلفه التنافس بتبقى اقل، او تكلفه المزايده بتبقى اقل، علشان حضرتك نازل تنافس في سوق ما فيهوش منافسين كتير. نفس فكرة بالظبط احتكار القلة والمنافسة الكاملة. المنافسة الكاملة دي احنا بنعتبرها الريد اوشين استراتيجي او استراتيجية المحيط الاحمر، بمعنى ان انا واحد نازل انافس في سوق كله منافسين. اما البلو اوشين استراتيجي وهي استراتيجية المحيط الازرق معناها ان انا نازل انافس في سوق جديد ما فيهوش منافسين، او المنافسين فيه قليلين، وزي ما الناس بتوع التسويق بيقولوا عليها احتكار القلة، ان انا نازل انافس في سوق هو في 2-3 محتكرين الموضوع، فاحنا على بعضنا كده 3-4. زي بالظبط سوق الاتصالات في مصر. يعني لو حبينا نيجي نعمل مثال، سوق الاتصالات في مصر مركز على 4 شركات، فودافون واتصالات واورنج ووي، فاحنا بالنسبه لنا ده يعتبر احتكار قله، فالمنافسه هنا تعتبر منافسة شديدة بس ما بين 4 شركات بس. انت مش نازل تنافس في سوق فيه منافسين كتير هتناطح ناس كتير، عكس الريد اوشين استراتيجي. يعني لو جينا حبينا ندي مثال على الريد اوشين استراتيجي، ممكن ندي نقول مثال لو محل كمبيوتر بيفتح في مول كمبيوتر، فبالتالي محل الكمبيوتر اللي بيفتح في مول كمبيوتر ده نازل ينافس ناس كتير جدا، لان في محلات كتير جدا في نفس المول، فبالتالي المنافسة هنا هتبقى شديدة. طيب تعالى ندي مثال تاني لفكرة الريد اوشين استراتيجي والبلو اوشين استراتيجي عشان نقرب المعلومه اكتر. فاكرين كده قبل ما ابلكيشن اوبر وكريم يظهر في السوق، كان اي حد عشان يحب ينتقل من النقطه اكس للنقطه واي ما كانش عنده حل غير حل من الاثنين، يا اما ان هو يركب تاكسي، يا اما ان هو يركب العربيه الخاصه بيه. فلما اوبر وكريم نزلوا السوق فهم هنا يعتبر نازلين في بلو اوشين استراتيجي، يعني تقريبا نازلين ما ينافسوش حد، لان السوق ساعتها كان فاضي، فبالتالي هم نازلين السوق بفكره جديده خالص، فبالتالي دي بيتقال عليها البلو اوشين استراتيجي، انا نازل بفكره جديده، فبالتالي انا التسويق بتاعي بصرفه على ان انا اظهر في السوق مش عشان اغطي على منافس معين. اما الريد اوشين استراتيجي وهي ان انا انزل بتطبيق او انزل بفكره يكون الفكره دي اوريدي اتنفذت 3 4 5 6 10 مرات قبل كده، فانا بالنسبه لي مش نازل بفكره جديده، فانا نازل احارب الحيتان. طيب الكلام ده جميل، واحنا كده فهمنا الفرق ما بين الاثنين. ده ايه علاقته بقى باعلانات جوجل والكي ووردز؟ فاكرين في المحاضرة بتاعت كورس اعلانات الفيسبوك لما كنت بتكلم عن الاهتمامات المخفية، وقلت ان قاعدة البلو اوشين استراتيجي والريد اوشين استراتيجي احنا ما ينفعش نطبقها على اعلانات الفيسبوك،
ومش عايز اقعد اعيد الكلام ده تاني، ممكن ترجع للمحاضرة بتاعت الاهتمامات المخفية على الفيسبوك في كورس اعلانات الفيسبوك الموجود على قناتي عشان تفهم القصة ماشية ازاي في اعلانات الفيسبوك. ولكن الموضوع في جوجل مختلف، لان القواعد بتاعت الكلمات البحثية في جوجل مبنية اصلا على فكرة البلو اوشين استراتيجي والريد اوشين استراتيجي. يعني ايه؟ زي ما انتم عارفين ان اعلانات جوجل في الاساس مبنية على المزايدة، نفس فكرة اعلانات الفيسبوك بالظبط. انت نازل تنافس منافسين ونازل تزايد على كلمات بحثية. انا بحط البيد استراتيجي بتاعتي او انا بحط التنافس بتاعي، والله انا بنافس على كلمات، فبحط مثلا اقصى تكلفة للمزايدة بتاعت الكلمة مثلا وليكن 10 جنيه او 20 جنيه او 50 جنيه ايا كان المبلغ يعني. وغيري نازل ينافس فممكن يحط اقصى مبلغ للمزايدة بتاعته 5 جنيه، وغيري ينافس اللي ينافس لاقصى مثلا مزايدة حطيتها ماكسيمم، يعني هو عايز ياخد المزايدة بغض النظر عن التكلفة. فبالتالي اعلانات جوجل مبنية اساسا على المزايدة، المزايدة ما بينك وما بين المنافسين بتوعك. فازاي بقى تطبق فكرة البلو اوشين استراتيجي والريد اوشين استراتيجي في الكلمات البحثية بتاعت جوجل؟ ببساطة يا معلم، الموضوع بيتلخص في جملتين، وهو انك انت ازاي تكتب كلمة بحثية تستهدف بيها العميل بتاعك وتجيب لك عميل من غير ما يكونوا المنافسين بتوعك بيستخدموا نفس الكلمة، او على الاقل عدد المنافسين اللي بيستخدموا نفس الكلمة هيكون قليل. هي دي الفكرة، بمعنى انك انت ازاي تبقى صايع تسويق، ازاي تقدر تكتب كلمة ما تكونش عامة قوي وما تكونش كل المنافسين بتوعك بيستخدموها، وفي نفس الوقت الكلمة دي تقدر تجيب لك العميل اللي بيدور عليك ويوصل للاعلان بتاعك. وبهنا تكون انت قدرت تحدد او قدرت تطبق نظرية البلو اوشين استراتيجي، وهو ان انا انزل انافس في سوق لوحدي، في سوق ما فيهوش منافسين كتير، فقدرت اوصل للعميل بتاعي باقل تكلفة ممكنة، لان انا بزايد بتكلفة قليلة على كلمات بحثية ما بيستخدمهاش المنافسين كتير او المنافسين ما بتجيش في دماغهم. ازاي ده بقى بيحصل؟ دي يا معلم مهارتك انت كماركتير، وبتختلف من مجال للتاني، وليها ادوات كتير مدفوعة او ادوات تانية مجانية هنبقى نشرحها في المحاضرات اللي جاية ان شاء الله، وابدأ اقول لك ازاي كده دماغك تتفتح وازاي تقدر تجيب كلمات بحثية المنافس بتاعك ما يكونش بيستخدمها، او على الاقل المنافسة عليها مش عالية قوي، وفي نفس الوقت توصلك للعميل اللي حضرتك بتدور عليه. وهي دي بالظبط الفكرة بتاعت البلو اوشين استراتيجي والريد اوشين استراتيجي. البلو اوشين استراتيجي بالنسبة للكيوردز او الكلمات البحثية بجوجل، وهي ان انت تستخدم كلمات توصلك للعميل بتاعك ما يكونش عليها منافسة عالية. اما الريد اوشين استراتيجي هي استخدامك للكلمات البحثية العامة اللي اغلب المنافسين بتوعك في السوق بينافسوك عليها، فبالتالي المزايدة في الريد اوشين استراتيجي هتبقى عالية، اما سعر الكليكة او سعر المزايدة في البلو اوشين استراتيجي هتبقى منخفضة، وبالتالي هتقدر توصل للعائد اللي انت بتدور عليه باقل تكلفة ممكنة لو عرفت تطبق قاعدة البلو اوشين استراتيجي. هو ده كده ببساطة كانت فكرة المحاضرة بتاعت النهاردة، وان انا اشرح لك ببساطة الفرق ما بين استراتيجية المحيط الازرق واستراتيجية المحيط الاحمر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، لو بتفرج عليا على الفيسبوك، ولو بتفرج عليا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يصل كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.